الخبر ده بداية حوارنا. اهلا وسهلا. الخبر ده صحيح؟ لا مش صحيح خالص. لا لا تماما ملوش اصل. لا لا خالص خالص. طب انت عارف ليه الخبر ده اتنشر يا محمد؟ لا والله ما اعرف. انا اقول لك اتنشر ليه. اتنشر لانه انتوا كنتوا عاملين فرقه مع بعضيكوا، تعملوا مسرح انت واحمد وهاني ومجموعه كده مع بعضيكوا، وبعدين فكيتوا وهم بيشتغلوا مسرحيه، احمد ساق بيعمل مسرحيه وعلاء بيعمل مسرحيه، وانت اصبحت وحيدا. ما عنديش مسرحية. لا وما عندكش زمايلك النجوم اللي كانوا بتشيلوا بعض. لا 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 المسألة مش كده خالص. يعني هو الخبر اتعكس. يمكن هو قبل علاء ما يشتغل في المسرحية اللي هو فيها كنا احنا اتفقنا قبلها بشهر تقريبا ان احنا نعمل مشروع مسرح مع بعض، انت وعلاء. انا وعلاء. وبعدين وبعد كده مرت الايام وجه علاء ارتبط في المسرحية اللي هو فيها وعجبته الشغل، عجبه وكده، فده من حقه، من حق اي ممثل يعني. فايه يا عم علاء؟ قال لي انا مبسوط وبتاع مش عارف ايه. قلت له جميل، طب ما تبقى معانا يا محمد. قلت له ما انا عندي مشروع وشغال فيه. يعني المساله الناس حجموها بشكل كبير قوي قوي، هو مفيش اي حاجه. يعني من حق اي ممثل يشتغل في المكان اللي هو عاوزه ويحب الدور اللي هو عايز يلعبه. واذا كانت فيه كانت فكره بيني وبين علاء ان احنا نشتغل وما حصلتش، ممكن تحصل في اي حاجه تاني. وانت مش حاسس ان هم خليوا بيك؟ لا لا تماما. خليوا خالص بيه ليه؟ لا لا يعني لا ان خالص. احمد مشي وهاني مشي لا ما هي يعني والفريق اللي كنت بتشتغله ومنى زكي مشيت. ما الناس سموها بكلمه ايه، مشيت وانفصلوا وبتاع، قالوا مسميات كبيره عن اللي حصل. اللي حصل ان المجموعه اللي انا كنت شغال معاها في مسرحيه عفروتو، ايوه، بعد عفروتو انا المفروض انشغلت مع الفيلم، والفيلم كان ليه ظروف خاصه جدا ان انا كنت مسافر بتابع تقفيل الفيلم وسافرت بره مع الفيلم وكده، فما كانش عندي وقت افتح روايه في الصيف. وهم بالتالي زمايلي فاضيين وعايزين يشتغلوا في الصيف، فما ينفعش اقول لهم لا استنوني. فانا قلت يا جماعه انا شخصيا مش هقدر انزل في الصيف السنه دي علشان الفيلم، وهنزل السنه اللي بعدها، فينفعش الفرقه كلها تفضل مستنيه. فاشتغل طبعا. خدت بالك؟ فاشتغل، وبالتالي علاء اشتغل كان في مسرحيه وخلصت وراح مسرحيه تانية، خدت بالك؟ وبالتالي انا كمان بحضر المشروع المسرحيه الجايه، والمسائل طبيعيه جدا. يعني انت مش حاسس ان انت اصبحت وحيدا ولا حاجه؟ لا 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 خالص خالص. لا بس انتوا كنتوا في عفروتو مجموعه حلوه يعني. بالظبط يعني بالظبط. انت وارد هتعرف نشتغل تلاقي المجموعه دي تاني؟ اكيد اكيد وارد، وممكن اشتغل مع الزملاء تاني، ممكن نرجع نلتقي تاني. يعني المساله بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله عندنا مصر. ممثلين كويسين. بالظبط بالظبط. انت مش خايف يعني؟ مش قلقان؟ لا 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 تماما تماما. يعني هم اشتغلوا وهيكملوا الروايه، ممكن يعني عبال ما ابتدي انا مشروعي يكون هم خلصوا ونشتغل مع بعض تاني. طيب او نشتغل مع مجموعه تانيه. هل انت بدات مشروعك فعلا؟ المفترض انا بس بدات على مستوى الكتابه، لكن ده لسه هينزل في يعني الصيف اللي جاي. انت مسرح صيف يعني؟ انت الشتاء دوت مالكش؟ لا لا ما ينفعش. مالكش مسرح؟ لا 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 خالص. انا كنت ناوي في الشتاء في العيد الصغير، بس الورق احتاج وقت نشتغل عليه، فبالتالي لسه 8 شهور على الصيف اللي جاي. ففي حاجات كتير، بس الاهم الروايه تطلع كورق والممثل بينادي صاحبه زي ما بيقول. الورق فيه مشاكل كتير قوي يا محمد. قوي قوي. عندكم مشاكل كتير قوي في الورق؟ عندنا مشاكل كتير قوي. ومش عارف يعني، مش عايز اقول ما فيش كتاب، لا في كتاب، بس ما اعرفش في ايه. هل مزاجهم مش رايق؟ وارد. الحاله الاجتماعيه اللي الناس عايشاها ممكن مؤلف ما يكتبش ده يعني. الحاله الاجتماعيه والله الحاله الاجتماعيه على مستوى العالم مش في مصر بس. الظروف اللي الناس بتعيشها. انا بصراحه الحاله الاقتصاديه تقصد ولا السياسيه؟ لا 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 الحياتيه، الظروف اللي عم فيها بقى اقتصاديه. الايام صعبه رايك؟ عايز تقول كده؟ طبعا جدا، مش في مصر بس، على مستوى العالم. دلوقتي الخبر بيبقى في بلاد السند والهند ان احنا بنتاثر بيه. انت بتعمل مشاكل لزمايلك جامده جدا، يمكن عندهم قصد، لكن انا افتكر في فتره من الفترات من سنين فاتت انه كان في نجم كبير بيستولي على دور العرض، وكان النجوم الاخرين يقول لي انا حتى ويشتكوا لي لان النجم ده صديقي يعني. لكن لانه كان بيستولي برضو على الافلام. طبعا دي حاجه مش بارادته، بس دي بتعمل حزازيات في نفوس زمايلك للاسف. انك بتروح داخل واخد 50 سينما 60 سينما، بتاخد كام سينما يا محمد؟ يعني في حدود 50 بس. هي المساله طيب اخواتك معاك برضو يعني؟ لا المساله مش ان محمد بياخده. للاسف المفهوم ان البطل العمل او فلان او اعلان بيبقى ليه يد في المساله ديت. المساله بتخضع في ناس دي شغلتهم، اسمهم الموزعين. خدت بال حضرتك؟ يعني لو حد ليه يد ما كان ممكن ياخد السينمات كلها طول السنه كلها. ده غلط جدا. ده غلط بدليل لما بيبقى في فيلم الفيلم مثلا بتاعنا شغال وفي فيلم جديد بينزل بياخدوا بعض السينمات مننا. دي ناس مسؤوله عن التوزيع. لا الممثل ليه يد ولا ينفع يبقى ليه يد. لو ليه يد في كل حاجه خلاص ما يبقاش الموزع يشتغل ولا المنتج يشتغل، يبقى النجم بقى يمشي كل حاجه. لكن اقسم لك بالله ولا ليه علاقه، وفي سينمات ما اعرفش انا نازل فيها ولا مش نازل،
وحاجات غريبة، بس هي المسألة لا بتبقى بس بتبقى انت عينك على انك انت تاخد اكبر عدد من دور العرض. اوكي. هي صحيح المسألة انت يمكن بتبقى ما بتتدخلش، اه بس بس لو ادوك نفسي 30 دور اه عرض يعني مثلا هتزعل. الفيلم اللي فات فيه سينمات كتيرة جدا لأول مرة فيلم ما يشتغلش في التحرير مثلا، خدت بالك؟ وفي سينمات كتير يعني يعني ايه ما يشتغلش؟ يعني ما يتعرضش قصدك؟ ما يتعرضش مثلا في التحرير والتحرير يعني. بيجيب فلوس كويسة. بالظبط يعني محافظة الجيزة كلها كان فيلم في الشيراتون بس في دار عرض واحدة، أنا ما اتكلمتش، خدت بالك؟ إن أنا ما يعني مش شغلي زي ما بيقولوا، في موزع خايف على الفيلم وفي عرض وطلب مع الموزع ودور العرض. طيب بصراحة بقى لكن احكي لي صدقني مفيش نجم بيتحكم في موضوع السينمات ده كويس، بس بجد. انا عايزك بصراحة تحكي لي تأثير ده على زمايلك وانت العلاقة، المجموعة اللي طالعة، النجوم اللي طالعين كلهم في وقتك يعني، اللي هم ليهم ايرادات كبيرة، كلهم اصدقائك عن طبعا قرب يعني، طبعا ده اثر مفيش شك في العلاقة بينكم. والله لا ما اثرش في العلاقه بشكل، ما عملش شرخ الحمد لله، ولكن بتحصل وقت نزول الافلام تساؤلات وايه يعني، بس بالتحديد انا وزمايلي ما بنتكلمش في الموضوع دوت، كل واحد بيتكلم مع المنتج بتاعه او الموزع بتاعه، لكن احنا قلنا يا جماعه احنا ما نتكلمش مع دوت، نخرج علينا كلنا، ما نعرضش علاقاتنا للمساله ديت. لا عمري كلمت علاء في السينما ولا علاء كلمني في السينما ولا احمد ولا اشرف، ملناش دعوه بالموضوع دوت، في ناس مسؤولين هم اللي يعني اشتغلوا. انت بتنزل تاخد 50 دار عرض وغيرك بياخد 30 او 20، وعايز تفهمني ان العلاقة بينكم لا يعني لا هادئة وجميلة لا 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 خالص، هي هات لي حضرتك انا خدت 50 ومين خد 20، يعني السنه اللي فاتت انا كنت 50 نسخه وعلاء كان 45 نسخه، احمد ادم لما نزل كان 35 نسخه، في افلام يعني في منتج ما يقول لك الفيلم بتاعي مثلا اعمله 25 نسخه، ما عملوش اكتر من كده، خدت بال حضرتك؟ وبينزل بالنسخ بياخد السينمات، لكن مفيش حد بياخد اقل من حد، السينمات الحمد لله دور العرض زاد ومفيش حد اقل من حد، حسب بقى المنتج عايز يعمل كام نسخه. بمناسبة أحمد آدم يعني. أنت طبعا عارف اللي بيعمل أحمد آدم. هو كان بيسجل معايا وقال لك يعني علاء خائن، اللي هو علاء ولي الدين، ايوه وهنيدي يسرق أفكاري، وفضلنا ندحر أن هو في بعض لغاية ما اعترف أن أنت سرقت فكرة الأفيش بتاعه وشفتها عند عادل مبارز زميلنا المصور، واتهمك بأنك أنت حرامي، بالظبط. مع أنك أنت لسه راجع من العمرة يعني. لا مش بس مسألة، ف أنا استغربت لما قريت كده، وبعدين الموضوع حصل فيه لبس ان احمد قال هنيدي سرق الافيش، فاولا لحد النهارده ما شفناش افيش لاحمد عشان يتسرق يعني، ما حدش شاف افيش، فقلت هقول لك بقى، فرجعت اكتشفت انا هقول لك ان العدسه اللي صورنا بيها الاستاذ عادل مبارز صور محمد فؤاد بيها وصور احمد ادم بيها، ف يعني جيت في الاخر يعني من حق اي حد يصور بالعدسه ديت، بس برضو في الاخر لو انا كنت شفت الصوره عند الاستاذ عادل مبارز ما كنتش هتصورها. بس هو قال ان انت احمد ما فهمش شفتها.